نادرا لما بنلاقي راجل بيعرف يطبخ. كلمني بقى على الموضوع ده. مين بقى اللي بيعرف يطبخ؟ انت المفروض بتعرف تطبخ. يعني مين علمك الطبيخ؟ وايه الاكله اللي بتحب تعملها مثلا؟ عشان كنت قاعد لوحدي وانا صغير فتره طويله، يعني سواء في استراحه الناشئين في النادي الاهلي او لما ابتديت اقعد في مكان لوحدي، فابتديت اتعلم ان انا اعمل اكل، لان انا ما بحبش اخرج كتير. يعني انا مش من النوع اللي بخرج كتير او بتحرك كتير، فمعظم الوقت في البيت. فتعلمت بقى بكلم والدتي في التليفون، عايز اعمل كذا النهارده، عايز اعمل كذا. فابتديت اتعلم واحده واحده. طبعا اول ما الاكل بيتعمل بيبقى عايز ترمي، اول ما بعمله ما يتاكلش. فمره في مره في مره الموضوع الواحد ابتدى يتعلم. بقيت بتحب تدخل اصلا المطبخ وتطبخ؟ يعني انا بحب حاجتي، يعني اقوم لو انا محتاج حاجه المطبخ انا اقوم اجيبها بتاع كده يعني. لكن كطبيخ دلوقتي لا، بعد ما الواحد اتجوز وكده مش خلاص بقى اطبخ وانا عايز وانا متجوز، صعب قوي. طيب. الناس كلها عارفه انه كابتن سعد سمير صوته حلو. صوته حلو يعني المفروض بنشوف فيديوز على السوشيال ميديا وبنشوف كذا يعني كذا اغنيه بتغنيها مع الفرقه. بتحب تدندن مثلا وانت بتطبخ او بتعمل اي حاجه؟ ايه الاغنيه دايما اللي بتبقى معلقه معاك مثلا؟ لا خالص، يعني وانا لوحدي ما عمري ما بغني يعني. بس احنا بنبقى موجودين، بنحب ان احنا لو كسبانين حاجه بطوله او في فرحه معينه احنا فرحانين بيها او احتفاليه معينه، بنحب ان احنا نتبسط مع بعض ونفرح، لان هو معظم وقتنا مضغوط ومعظم وقتنا تنشنه، فبنحاول ان احنا نفك شويه يعني. بس لكن زي اي حد، زي اي شاب او اي حد في من زمايلي، لما يكون في اغنيه جديده نازله او حلوه بنسمعها او بنقعد نغنيها في الاوضه مع بعض يعني كده. خلي بالك في ناس كتير بتقعد تغني بس هم قدام الكاميرا ما يمكن انا اللي ظاهر، فالناس واخده انطباع ان انت بتضحك على طول بتهزر. لكن في ناس لكن في ناس معايا قرود يعني. اوكي يعني. بس يعني بتتكسف قدام الكاميرا برضو نقدر نقول؟ مش بيتكسفوا يعني يقول لك لا ما مش بلاش قدام الناس عشان ما حدش ياخد فكره عني يعني. طب بتسمع مهرجانات؟ اكيد بتسمع مهرجانات. يعني مش بسمع سميع، لكن لو في فرح او في مناسبه او حاجه بنسمع. ايه اكتر مطرب شعبي بتحب تسمع؟ والله يعني اصل الاسامي صعبه شويه. اسامي المطربين الشعبيين. اغنيه طيب مع المهرجانات ولا الشعبي؟ الشعبي لا، يعني الشعبي عارف الاسامي طبعا، بنسمع كتير. إيه لكن المهرجانات مش مفيش اسامي معينه، بتبقى صعبه فبنبقى عارفين الاغنيه يعني. لكن تساليني مين اللي بيغني ما اعرفش. مفيش حاجه معلقه معاك دلوقتي؟ الشعبي لا، في اغاني. قول لي مثلا. العدويه واحمد عدويه وحسن الاسمر. رمضان بتحب أحمد رمضان عدوية. البرنس بحب عدويه جدا، وحسن الاسمر، طارق الشيخ، بهاء سلطان بحبه جدا يعني. دول الناس يعني اللي بسمعهم على طول عظيم. يعني عظيم. يعني دول الناس اللي بسمعهم. لسه كنت بسمع عدوية قريب، كنت حاطط ستوري على انستغرام. الاغنيه دي اغنيه اسمها ست وبسبست له بسبوسه. بتحب الاغنيه دي صح؟ لا، هي نازله فيلم بتاع اطفال وكده فعجبني يعني، فكنت بسمعها يعني.